كان رجل محتاجا، وأعطيته نقودا دينا عليه ومقدار تلك النقود 900 جنيه سوداني، وحلمت في المنام أنني سامحته عن هذا الدين، هل أسامحه فعلا أم لا يجوز أن أسامحه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما عملته مع أخيك من إقراضه المبلغ الذي احتاج إليه هذا من الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما ما رأيته في الرؤيا من أنك سامحته فهذا لا يلزمك أن تسامحه، إن شئت تسامحه وإن شئت لم تسامحه، هذا حقك ثابت في ذمته وهو دين في ذمته، والأمر راجع إليك في مطالبته به أو السماح عنه. أما الرؤيا فلا يترتب عليها شيء، لكن ربما يقول والله أعلم أن ما رأيته من أنك سامحته أن هذا عبارة عن الثواب الذي يحصل له، وأنك بقضاء حاجتك له كأنما أعطيته أو منحته هذا المبلغ الذي توسع به في حاجته. نعم، جزاكم الله خيرا.